السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وتحديث جديد للعبه محاكي مكتب السيارات لاجهزه الاندرويد. طبعا يا جماعه مثل ما شايفين قدامكم في عنا هدول السيارتين، وحده ربحناها في المقطع السابق اللي نزلناها هي اللعبه، فسيبقنا عليها وربحناها. فخلونا مباشره نبعث هي السياره على المكتب. لحظه لنشوف، نبعتها لهون وهي بنركب فيها وبنروح. طبعا يا جماعه التحديث اللي نزل على اللعبه يعني فيه اشياء يعني بسيطه هي بس ما كانت موجوده في اللعبه، فالحمد لله ضافونا اياها على اللعبه. خلونا نروح مباشره على المكتب ونورجيكم الاضافات اللي صارت. بس مكتب يا جماعه الخير من هي الجهه يمكن. طبعا المكان اللي نحن فيه هو مكان للسباق. فيا جماعة الخير بداية لا تنسونا من الصلاة على النبي، لا تنسونا من اللايك اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، واهم شيء لا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزة. وبترككم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. مثل ما شايفين يا جماعة الخير جينا على المكتب تبعنا حاليا. يا جماعة مثل ما شايفين رح ندخل صف السيارة هون. خلونا نشوف، صرت ملك الاودي انا الله وكيلكم من كثر ما صار عندي سيارات اودي. يعني كل مرة تلاقي بنشتري اودي اودي اودي، فما عم نلاقي سيارات غيرها. سبحان الله بتضل قسمتنا على الاودي. طيب حاليا يا جماعة الخير الاضافة اللي صارت على اللعبة، واحد منهم في عنا الايباد. لحظة نفتح الايباد. مثل ما شايفين قدامكم قسم الايباد فيه الكاميرا. سابقا ما كانت موجودة الكاميرا اللي هي هي، طبعا اللي بدها تصور فيها السيارة. فنعمل لها هيك، صورنا السيارة شايفين، بتعمل لها سيف ومباشرة بتعمل رجوع، بتروح على الفوتوس. مثل ما شايفين صارت الصورة موجودة بهذا المكان. فهي الميزة ما كانت موجودة صراحة بالتحديثات السابقة، يمكن كان نسيانينا، يمكن كان عم يطوروها بيظبطوها كذا، فيمكن لهذا السبب تأخروا في تنزيل هي الميزة. خلونا نحط السيارة هي للبيع، شو رأيكم؟ بنصورها معلم، نعمل لها سيف، ندخل على هذا القسم ونعرض السيارة للبيع. طبعا رح حط سعرها ب 15000. 15000 يا ترى بتنباع ولا لا؟ ما بعرف. بس لحظة نسينا نحط شغلة، هي الصورة مثل ما شايفين ضفنا صورة بهذا الشكل. هذا إضافة كثير حلوة صراحة. فمثل ما شايفين عرضنا السيارة للبيع، افتح لي المكتب. خلينا نروح نجيب السيارة الثانية ونورجيكم الإضافة الثانية اللي إضافوها كمان. بس لحد الآن مد النظر مثل ما هو، مثل ما شايفين ما زبطوه. يلا شوي شوي بتزبط إن شاء الله. في عندنا هون يا جماعة الخير إضافة مكان الخردة. طبعا سابقا ما كان فيه سيارات يعني بتكسر وبتطبشهم، فهون ضافونا سيارات يمكن. هل يا ترى هذول هن؟ ما بعرف. ايه تعال ندخل هون. ما عم بيقول لي ما في معك شغلات، شلون بتتظبط؟ طيب شو راح نكسر يا جماعه؟ بدنا المطرقه. المطرقه بتشتريها من عند شو اسمه، من عند النصاب هذاك الموجود في الكافي او في البار. فالسيارات اللي ضافونا هون هدول هن بتكسر، وبعد ما تكسر بتجي مباشرة لهذا المكان وبتضغط عليه بالشكل هذا وبيعطيك الفلوس تبعك. هي هي الطريقة لحتى تجمع فلوس من عن طريق الخردة الموجودة هون. فمثل ما شفتوا يا جماعة الخير هي هي الوضع. خلونا نشوف هون بالنسبة للألوان كمان زبطوا وضعية الألوان. لحظة لنشوف، نركب بالسيارة. حتى العداد يا جماعة شايفين العداد هذا الموجود في النص كان ما موجود سابقا، ضافونا اياه. تعال نشوف الالوان. سابقا هاي المكان الالوان يمكن عم بيقولوا فيها مشكله كان، فظبطوها. خلينا نحط السياره سوداء بهالشكل هذا، عمل باك. يلا وحده سوداء وحده بيضاء، شغل العداد. يعني لو كان حطنا بالزاويه باليمين يسار، يعني مو بالنص الشاشه من تحت، يعني وضعيته شوي مو هالزياده صراحه. ايش رايكم انتو؟ صار عندنا اودي سوداء واودي بيضاء مثل ما شايفين. اوب 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 اوب، هدي 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 هدي. طيب اعمل لي هيك، طفي السياره، انزل. فمثل ما شفتوا يا جماعه بهالشكل هذا، هذا اول مقطع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بالنسبه للتحديث نزل، بامكانكم تروحوا تحدثوه عن طريق الجوجل بلاي. بالنسبه للايفون لحد الان اللعبه ما نزلت، فان شاء الله بس من نزلت رح نخبركم وننزل عليها مقطع. تحياتي لكم، اتمنى انكم لا تقصروا معنا، وصلى الله وسلم محمد عليه الصلاه والسلام. ولا تنسوا من اللايك اشتراك تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، واهم شيء لا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزه. وبترككم بامان الله وسلام.